مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. سؤال سألت عنه كثير، هل اللغة الإنجليزية مهمة؟ All English all the time. إذا شايف إنه هذا الموضوع مهم، قبل ما تكمل الفيديو اعمل لايك شير وسبسكرايب واعمل enable the notification bell. وبرضو إذا شايف إنه هذا الموضوع مهم بعد ما تخلص الفيديو، يا ريت لو أنت تبعته لو أتليست شخص واحد راح تستفيد منه، سو اعمل شير للفيديو عشان كلنا نستفيد. I don't know ولا I don't know ولا I don't know ولا I do not know ولا I don't know، إيش الإشي المهم في حياتك علشان أنت تقدر تشتغل وانه تكون وضعك 100% وفي السليم. خلينا نبلش. شوف يا سيدي، من الاسئلة اللي كتير سألتها واللي ليتلي صارت كتير تيجي على الشانل وصارت تيجيني برايفت وبيرسونال لما اكون بحكي مع ناس او لما حدا نقعد مع بعض ونحكي في هذا الموضوع، هو سؤال معرض كثير لكثير ناس ومش عارفين شو اجابته ومش عارفين شو يميزه، هل هو اجابته نعم ولا اجابته لا، وشو تفاصيل هاي الاجابه، هل اللغه الانجليزيه مهمه او لا. طبعا من الفيديوهات اللي انا عم بعملها على الشانل الثاني اللي هي الاي ليرنينج تبعت البيم على الماشي، لاحظت انه كثير احسن لي ان انا اصير اكتب النوتس عندي على الموبايل لحتى اني انا اشمل كل النقاط اللي انا بدي احكيها لحتى ما نغفل ولا نقطه من النقاط. لهيك راح تشوفني عم بطلع على الموبايل وانا عم بحكي معك لانه بكون بدي اتذكر نقطه من النقاط اللي انا بدي احكيها. هلا هذا السؤال صار كثير يتكرر اللي احنا عم نحكي فيه، هل الانجليش مهم او لا، وشو تفاصيل الانجليش المهم سواء في الوظيفه او الشغل ان جنرال أو في حياتك العملية وتعاملك مع الناس. كثرت هذه الأسئلة بعد ما صرت أنا أنزل فيديوز عن الشغل وعن الشغل في قطر وعن كيف تقدم الوظيفة وأنه الإنجليش مهم ولازم تكون تعرف إنجليش وإلى آخره. اليوم أنا بدي أحكي بالتفاصيل هذا الموضوع وإيش هو الإشي المهم لإلك أنك أنت تعرفه، إيش هو الإشي المهم لإلك أنك أنت تعرفه في اللغة الإنجليزية. طيب هلا السؤال بتفاصيله اللي كانت عم تجيني او عم تنحكى لي هي مثلا، هل انا لازم اعرف احكي انجليزي؟ السؤال اللي بعده، هل لازم قواعد الانجليزي اللي عندي تكون 100% بيرفكت او تكون معروفه عندي قواعد اللغه الانجليزيه؟ هل لازم ان انا اتقن اللغه الانجليزيه قراءه وكتابه؟ هل اللفظ تبع اللغة الإنجليزية مهم؟ وهل الأكسنت تبعي في اللغة الإنجليزية مهم ولا لا؟ وهذا من أكثر الأسئلة اللي عم تيجي واللي عم تنسأل واللي عم تستغل عند الناس. لهيك أنا قررت أن أعمل هذا الفيديو لحتى أنت تعرف شو هو اللي مطلوب منك في هذا المجال. كثير ناس سألت هذا السؤال، وأهم حدا سأل هذا السؤال هي أختي حبيبة قلبي، فأنا قررت أنه أوكي هو موضوع مهم، خلينا نحكي هذا الفيديو وننشره، خلي اللي بيستفيد من هذا الفيديو يستفيد واللي بتقدر تساعده هاي المعلومات تساعد. شوف يا سيدي، خلينا نحكي أنه لهون بكفي أسئلة وخليني أبلش أجاوبك الجواب اللي أنت بدك تسمعه عن موضوع اللغة الإنجليزية. أول سؤال كنا نحكي، هل اللغة الإنجليزية مهمة أو هل الإنجليزي مهم؟ الجواب راح ينقسم عندي لعدة أقسام. أول شيء إنه الجواب إن جنرال يس، بس الفكرة إنه في له تفرع. هل أنت موجود في الأردن؟ إذا أنت موجود في الأردن فليتس سي 60-80% من الناس أساساً ما بتحكي إنجليش معك وأنت بتتعامل معهم مع الناس، أو في جزء كبير منهم ما بعرف أصلاً يحكي إنجليزي، وفي كثير شريحة في الأردن مش مهتمة في التعامل اليومي ولا في الشغل ولا في الوظيفة ولا في الجامعة ولا في الشارع ولا في المواصلات ولا في أي مكان، هنا تحكي معك باللغة الإنجليزية أو إنها تتعامل معك في اللغة الإنجليزية إلا إذا كان في سياحة عم تتنقل في البلد أو عم تتعامل في البلد، وهذه نسبتها مش كثيرة ومش عم تتعرض لها أنت بشكل كثير كبير. لكن إذا أنت كنت برا الأردن سبيشالي، خليني أحكي في دول الخليج مثلا أو في دول تشتغل مالتي ناشوناليتيز فيها عدد كبير من الجنسيات، تشتغل مش بس جنسية البلد أو جنسية الناس اللي بتتعامل مع البلد أو الجنسيات العربية، فهون بصير اللغة الإنجليزية إشي كثير 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 مهم إنك أنت تعرف تحكي إنجليزي وتفهم إنجليزي. هلا رح ندخل بالتفاصيل. أما إذا كنت في بلد أجنبي فديفينتلي اللغة الإنجليزية is a must ولازم تتعلمها بكل الأحوال، فأنا ما رح أدخل تفاصيل البلد الأجنبي.
ماني قاعد احكي لك انه اذا طلعت برا الاردن انك انت لازم تكون تعرف لغه انجليزيه، فحط ببالك دائما انه انت لازم تتعلم لغه انجليزيه، لانه انا متاكد انه كثير نسبه كثير 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 كبيره من الناس وسبيشلي الشباب الموجودين في الاردن مش كثير حابين انهم يضلوا يشتغلوا في الاردن، لانه مثلا ممكن تصح له فرص برا بانكم احسن بخليني احكي ب الحلو انه يعني حظي كثير حلو. مروا الشعب الهندي الشقيق من جنبي لهيك اضطريت ان انا اوقف. اوكي وصلنا انه اذا انت موجود في الاردن بدك تعرف انه انت لازم تتعلم، فانت حط في بالك انه انت لازم تتعلم اللغه الانجليزيه، لانه كثير جزء من الشعب الموجود في المملكه الاردنيه الهاشميه وبالذات الشباب ممكن يحصل فرص للعمل تكون افضل له خارج المملكه الاردنيه الهاشميه، فراح يضطر انه يطلع، ففي وقت راح يضطر انه يتعلم انجلش، فلا تعلم من اولها وانت مارس اللغه الانجليزيه بطريقتك الخاصه. الجزء اللي بعده، هل لازم قواعد اللغه الانجليزيه تكون مهمه بالنسبه لي؟ هل انا لازم احكي شيء هاز ذكر ولا لازم احكي شيء هاف ذكر ولا لازم احكي شيء شد هاف ذكر ولا لازم احكي شيء هاف بين اونينج ا كار اور ايش ال خليني احكي الريت او خليني احكي الجريد او خليني احكي النسبه اللي انت لازم تكون تعرفها من قواعد اللغه الانجليزيه. للتعامل في العمل، اذا عملك مش تعليم لغه انجليزيه فالقواعد شيء مش كثير مهم في التعامل في الشغل ولا في حياتك اليوميه، لكن منظرك خليني احكي او شكلك قدام الناس وانت بتحكي معه اللغه الانجليزيه بيختلف لما تحكي له she has called me ولا she has been calling me ولا she has been calling me ولا ايش هي القاعده الصحيحه عشان احكي هذا الحكي، ولا لازم احكي although he is rich he is whatever او despite the fact that he is rich بلا 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 بلا. So هل انا لازم احكي اللغه الانجليزيه بقواعد صحيحه 100%؟ الاحسن انك تكون تحكيها بالقواعد الصحيحه علشان انت تكون شكلك انه انت يس فاهم شو عم تحكي، لكن لما كنت تعرف انجليزي 100% اذا شغلك لا يتطلب تعليم اللغه الانجليزيه او ترجمه لحدا او وات ايفر سو انت مش مضطر انك انت تكون خبير قواعد لغه انجليزيه 100%، لازم تكون تعرف تفهم على الشخص اللي قدامك، سنس انه انت عم بتوصل المعلومه اللي انت بدك اياها وعم تفهم المعلومه اللي لازم توصل لك it is more than enough لكل الشرائح لكل الناس اللي بتحكي معك. يعني لما تيجي مثلا هيك حطيت مثال صغير، لما تحكي I have sent the email ولا لما تيجي تحكي I has sent the email which is totally غلط ولا تحكي انه I sent the email، كل واحدة منهم إلها معنى، لكن الفكرة في الموضوع انه الناس حتفهمك من السياق. اذا حدا حكى لك did you send the email وانت حكيت له yes I sent the email بالدي ومش بالتي، او حكيت له yes I have been sending the email and blah 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 and he received it، الجملة اللي بالاول هي مش معناها انك انت بعت الايميل مثلا، لكن الجملة بالثاني فهمت انه يس هو استقبل الايميل. فالفكرة في الموضوع ما حدا راح يدقق عليك في القواعد تبعت اللغة الانجليزية، وما حدا راح يزعل منك اذا انت ما حكيت قواعد صح باي ذا واي. طيب هل لازم اتقن اللغة الانجليزية قراءة وكتابة؟ الجواب بحكي لك اذا انت مضطر بشغلك انك تقرا وتكتب فيس انت لازم تكون تعلم اللغه الانجليزيه قراءه وكتابه. واي داوت انه في شغل ان جنرال ما فيش فيه ايميل انك انت تبعث لشخص، او مش بدي احكي اي داوت ما في شغل ان جنرال، بدي احكي انه في اغلب الاشياء اللي بنشتغلها لازم تكون تقرا وتكتب، لانه راح يجيك ايميل او راح يجيك خليني احكي باراجراف او راح يجيك مثلا موضوع انك انت تقراه انه انت تجاوب عليه، فانت لما تقراه لازم تقراه من البيبر او من الايميل او من وات ايفر، ولما ترد عليه بدك ترد عليه بالايميل او بمسج او بوات ايفر، سو راح تكتب وتقرا. فانت معرض للقراءه والكتابه، فانت لازم تتعلم القراءه والكتابه، مش بس انك انت بتقدر تحكي اللغه الانجليزيه، لا بدك تقدر تقرا اللغه الانجليزيه وتكتب هاي اللغة الإنجليزية عشان تقدر تتعامل بالإيميلات، بالرسائل اللي راح تبعتها واللي راح تستقبلها، بالكتب اللي راح تبعتها واللي راح تستقبلها. وإن جنرال إذا طلعت تشتغل برا الأردن في معظم دول الخليج للسي، فأنت راح تضطر إنك أنت تعمل باللغة الإنجليزية في الكتب والرسائل اللي أنت راح تبعتها مثلاً، فأنت مضطر إنك أنت تكون تقدر تكتب منيح وتقدر تقرأ منيح اللغة الإنجليزية وتفهمها بشكل كثير منيح. السؤال اللي بعده،
لفظ الكلمات هل لازم يكون صحيح؟ ديفينتلي لفظ الكلمات لازم يكون صحيح، ومش لازم انك انت تدقق كثير على الموضوع. يعني بيكون كثير احسن ان انت تلفظ الكلمات بطريقه صحيحه. لو في كم كلمه هاربين منك وبتلفظهم بطريقه خطا فمش مشكله. انا ان جنرال مش كل كلمات اللغه الانجليزيه بلفظها بطريقه صحيحه، لكن السياق، مع اني انا عم بلفظ 99% من الكلمات اللي انا عم بحكيها بطريقه صحيحه، سو السياق هو لو لفظت انا الكلمه المعينه فهو راح يفهم علي انا شو بدي. لكن الكلمات اللي بتفرق معك باللفظ بالمعنى حاول انك انت تحكيها بطريقه صحيحه. يعني مثلا الكلمات اللي ما راح تفرق معك بلمر ولا بلمبر، اذا انت حكيتها هيك ولا اذا انت حكيتها هيك، ما انت في السياق قاعد تحكي عن الموسرجي، فهيك هيك راح يفهم عنك انك انت قاعد تحكي عن الموسرجي. اذا انت حكيت مثلا ذا بول ولا حكيت ذي بول ولا حكيت ذا بول، هلا ما حيفرق معك، هو انت قاعد تحكي عن الكره فهو مش فارق معه. وخاصه اخواننا في اللهجه المصريه شوي عندهم الحروف، عشان اللهجه المصريه شوي اغرب من اللهجه تبعتنا. فمثلا بيحكي لك مثلا في منهم ناس كثير بتطلع عندهم اللفظ بطريقه شوي مش بطريقه صحيحه. خلينا احكي، لما يحكي لك I am trying to specify the specification for the project، بكل الاحوال هي اللفظ مش صحيح باللغه الانجليزيه، لكن بكل الاحوال هو وصل المعلومه اللي هو بده اياها، فمش غلط هو يحكيها حتى اذا هو مثلا مش متقن لللفظ تبع الكلمات بال100% بطريقه صحيحه، لكن معلوماته عم توصل. سو لفظ الكلمات والبرونسيشن تبع الكلمات is it is important بس it is not crucial it is not critical. انت مش شرط انك انت تكون 100% متقن للفظ الكلمات، لكن اذا انت متقن ب 90% لهي الكلمات so it is more than perfect للشغل. سو اذا حكينا مثلا، يعني من الامثله اللي انا كنت كاتبها مش الشيء الجمله اللي حكيتها، اذا حكيت fix the drawing it is okay fix the drawing it is okay fix the drawings it is okay. هاي مثلا اذا كانت اللهجه من اخواننا المصريين مثلا، او زي ما حكيت fix the drawing. So ما عندك مشكله بطريقه اللفظ، كلهم فهموا انه انت لازم انك انت تشتغل على الرسومات اللي وصلتك علشان تطلع في الطريقه الصحيحه. بس في مرات باي ذا واي بيجيني يعني جنسيات او افراد يعني ما بتعرف انت شو بده ولا شو صاير معه ولا شو يعني شو بتهيأ له وبيحكي معك. زي مثلا في معي شباب من البوسنه او من اسبانيا، يعني باسبانيا سلامتك، لما يحكي لك I need section. انا لما قال لي زي هيك اول مره بصراحه يعني انعجقت، صرت انا انه ايش الاركتكتشر اللي انا دارسها، ايش السكسيون اللي هو بده اياه. طلع ذا اند اوف ذا داي هو بده السكشن تبع البروجكت، هو كان بده مقطع عمودي لهذا البروجكت، فانا دخلت الحيط. مثلا من الجنسيات كمان اللي بتغلبك اللي تلفظ الدبليو في او العكس، يعني لما يحكي لك where is بس ال W V، فأنت مش كتير فهمت شو حكيت. في كلمات تدخل مثلا ال V و W إذا عكستهم سلامتك ما بتفهم شو الفكرة. Everywhere أو مثلا الجنسيات اللي بتحكي لك 55 so ال 55 يعني 55 فأنت 55 يعني أنت ممكن تفهمها 50 ماسورة ل 55 أو 55 so في كلمات لا أنت بدك تدير بالك عليها في المصطلحات اللي أنت عم تحكيها، علشان هيك أنت اللفظ مهم بالنسبة لإلك. واخر سؤال، انا بدي اتعلم الامريكان او الامريكان اكسنت. لا حبيبي، بليز صح ما حدا فارق عنده انت كيف تلفظ من ناحيه الاكسنت. انت بتحكي امريكان اكسنت، انت بتحكي بريتش اكسنت، انت بتحكي جوردن اكسنت، انت بتحكي او جوردانيان اكسنت، انت بتحكي لهجه مصريه، ما حدا فارق معه ايش اللهجه اللي انت بدك تحكي فيها اللغه الانجليزيه. ما حدا يعني ليترالي ما حدا فاهم او فارق عنده ايش لهجتك، انت بتحكي امريكان ولا ما بتحكي امريكان. اما الترندنج هلا، انه ترندنج خليني احكي الموضه الترندنج او الترندنج فاشن اللي هلا موجوده، انه واو او ام كول انا بحكي امريكان انا احسن منك، انا بحكي امريكان اكسنت انا احسن منك. ديفينتلي هلا كمنظر خليني احكي انه الامريكان اكسنت تعطيك شوي كريدت انه انت الانجليش تبعك صح، لكن المشكله اللي كثير عويصه اللي بتصير انه هو بروح يتعلم الامريكان اكسنت بس هو ما بيعرف يحكي انجليش، ما بيعرف يركب الجمل على بعض او الكلمات على بعض. سو بتخش عنده الامور على بعض، وانس انه حكى معك انجلش ببين انه انت يو هاف بين ليرنينج الامريكان اكسنت بس انت فعليا ما بتعرف تحكي انجليزي.
فالفكره في الموضوع انه مباشره I can spot انه انت مش امريكان او مش انت مش نيتيف سبيكر او مش امريكان نيتيف سبيكر. سو ات ذا اند اوف ذا داي انت مش المهم انك تتعلم اللهجه. خلينا اشبه لك الموضوع بشغله كثير سريعه. اذا انت عندك حفله فانت على السريع راح تروح تاخذ شاور، راح تظبط شعرك، راح تظبط لحيتك، راح تتعطر، راح تلبس البدله تبعك، البنطلون، القميص والحزام والحذاء وتلمع كل شيء، الامور 100% تمام. وقبل ما تطلع بتيجي بتحكي اه طب شو رايك اغير الزر تبع القميص احطه الزر الاحلى. انت اذا غيرت الزر ولا ما غيرت الزر انت طالع مرتب 100% امورك طيبه 100%، بس طال عندك الزر. اذا حطيت هذا الزر فانت صرت زلمه مهندم احسن، او انت زلمه منظرك صار احلى بالنسبه لك لانه انت حطيت هذا الزر اللي هو بيختم العمليه. لكن خلينا ناخذ السيناريو بالعكس، مثلا انه انت عندك حفله وانت لا حالك شعرك ولا حالك لحيتك ولا لابس بدلتك، لابس مثلا شورت البيجامه تبعك ولابس مثلا التيشيرت او البانيلا تبعك ومش مزبط ولا شيء. وبعدين حكيت اه لازم البس احسن ساعه عندي، بدي البس الساعه البراند الفلانيه لانه هي احسن ساعه عندي، وحطيت الساعه على ايدك وطلعت ورحت على الحفله. ديفينتلي كل اللي في الحفله راح يطروك، يمكن يحبسوك كمان، فدير بالك من هاي الشغله. سو اللغه الانجليزيه بنفس الطريقه، اذا انت تعلمت كل شيء انا حكيته في البدايه وضل عندك بس موضوع الاكسنت في الاخر وحبيت تعمله وكنت فاضي وعندك وقت انك تتعلم هذا الموضوع، سو جو اهيد وتعلم الاكسنت بصير منظرك احسن. بس ما تترك كل شيء ثاني، وما تلبس بدلتك وما تلبس الحذاء وما تلبس الحزام وما تحلق شعرك وما تضبط لحيتك وما تتعطر وتروح تدور على الساعة البراند الأحسن اللي أنت ممكن تلبسها على هاي الحفلة. I think هيك الموضوع صار كتير واضح. إذا أنت في الأردن مش كتير مهم إنك تتعلم اللغة الإنجليزية، لكن أنت مهم تتعلمها علشان تفتح لحالك أسواق ثانية، إنك أنت خلينا أحكي تبروموت يور سيلف للأسواق الثانية. اذا انت راح تطلع برا الاردن طبعا الاحسن انك تتعلمها، واذا انت راح تطلع برا الاردن سو ديفينتلي الانجليش صار مهم. الاشياء المهمه في اللغه الانجليزيه انك تتعلمها انك انت تعرف تحكي انجليزي وتقرا وتكتب انجليزي وتلفظ الكلمات بطريقه صحيحه، هذا اهم شيء، وانك انت توصل معلوماتك في اللغه الانجليزيه وتفهم على الناس شو بدهم يحكوا لك في اللغه الانجليزيه. واخر شيء بسلم الاولويات عندك انه توصل له اللي هو الاكسنت اللي انت بدك اياه في اللغه الانجليزيه، اللي هي التزيينات اللي انت ممكن توصل لها. وباي ذا واي مش انا لحالي حكيت في هذا الفيديو، في كثير ناس حكت بهذا الموضوع، مثل اي ثينك اسمه ابو زيد، راح احط اللينكات اللي حكت فيها، وفي شخص بيحكي برضه عن الاكسنت انه مهمه. انا برايي الشخصي بدك تروح مع هذا الشخص بالاول تفهم كل مواضيع اللغة الإنجليزية، بعدين لما تحس إنه يس أنا بدي أتعلم هذا الموضوع تروح مع رأي هذا الشخص وبتتعلم الأكسنت. وأصلا هذا الشخص اللي أنا بحترم صراحة كثير فيديوهاته هذول الشخصين عن هذا الموضوع، هذا الشخص راح يحكي لك اتعلم الصح وخليه جواك، اوعى تحكي فيه بين الناس اللوكال اللي انت راح تكون عايش معهم، الا اذا انت مثلا رحت تعاملت مع ناس امريكان سو احكي معهم بالاكسنت. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه وبالتوفيق للجميع، وبتمنى انه الكل باي ذا واي يتعلم اللغه الانجليزيه اللي حكيتها انا بالطريقه اللي حكيتها انا علشان تقدر توصل للمكان اللي انت بدك اياه. وباي ذا واي عشان بس انا اوصل لك مصداقيه هذا الفيديو قديش انا الاكسنت تبعي مش امريكان بالمره، وليفل اللغه الانجليزيه تبعي مش توب 100%. يعني انا بعرف احكي انجليزي وبعرف اوصل الكلمات تبعتي للناس او المصطلحات او خليني احكي المعاني اللي انا بدي اوصلها والافكار اللي اوصلها للناس، وبرضه بقدر افهم عليهم وبشتغل على حالي باللغه الانجليزيه لحتى تصير احسن. سو هذا هو التيبيكال ورك فلو اللي انت بدك تشتغل عليه لحتى توصل للمكان اللي انت بدك اياه. احكي لي رايك انت بالموضوع، هل اللغه الانجليزيه مهمه؟ هل قواعد اللغه الانجليزيه مهمه؟ هل انت لازم تكون تلفظ الكلمات بشكل صحيح ولا انت لازم تكون بيرفكت 100% في الاكسنت ولا لا؟ شاركنا في الكومنتس في هذا الموضوع. اذا شفت انه فيديوهات للشانل كثير مفيده او ممكن تفيد شخص واحد، فيا ريت لو تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل عشان تصير توصلك دائما الفيديوهات اللي راح نعملها، سواء في موضوع الوظائف، في موضوع العمل في قطر، في موضوع العمل في دول الخليج، في موضوع الاشياء المهمه في حياتك العمليه واللي هي من منبع خبرتي البسيطه والقراءات اللي انا بقراها. شكرا لكم، بشوفكم في فيديو ثاني ويعطيكم الف عافيه.